كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. هذا الحديث مشهور عن سيدتنا عائشة وهو في الصحيح، يتخلق بأخلاق القرآن، خلقه القرآن يعني يتخلق بأخلاق القرآن. القرآن يأمر بماذا يتخلق، ينهى بماذا يتخلق به صلى الله عليه وسلم. الله يقول واصبر على ما أصابك، الله ألقي يا أيها النبي اتق الله ولا تكن من الغافلين، كلها أخلاق القرآن. ولا تكن للخائنين خصيما، كلها أخلاق القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان خلقه القرآن. قالت أم المؤمنين كان قرآنا يمشي على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على، كأنه قرآن يمشي على الأرض، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. نعم.